يزخر الريف بالعديد من الحكاوي المختلفة، ولكل حكاية أشخاص يعيشونها. اليوم معنا الوالد غالب. أهلا وسهلا في بك يا أبي. الله الله يحفظك يا رب. كيف حالك؟ الحمد لله. دي تبعك صح؟ إيه. من فين جيت؟ جيت من هنا من بني عيسى. أيوة. من وادي الأحمر. ها وادي الأحمر هذا يعني؟ قرية. أيوة قرية. مسافة كذا 5 كيلو. طيب هذا ايش تبيع به؟ هذه نبيع به كذا قليل قبل. ايوه نعمله في القرية. يا سلام، قبل القرية ما فيش احسن منه. ايه بصرف القهل كذا. الله يرزقك يا رب جميع ان شاء الله. طيب الان كم عمرك؟ انا عمري حوالي 75. الله يعطي لك الصحة يا رب. جميع. ما شاء الله عليك. طيب من قبل انت تشتغل في بيع القبل من قبل؟ لا. ايش كنت تشتغل من قبل؟ كنت اشتغل لي كذا ساعة حد بالحديد، ساعة بالنقارة، ساعة بالسعودية، ساعة بصنعاء، ساعة كل ساعة من مكان كذا. ايوه. نجي بعدها. طيب يا ابي غالب، نخلي احنا كذا شوية بس نرجع شوية للوراء. على ايامك كان في تلفزيون؟ لا، زمان ما كان في تلفزيون. اي متى يعني بدأت كذا تشوف التلفزيون؟ عمرك كم؟ عمري حوالي 50 سنة. ها يعني شفته متأخر. ايه ها. ها. متأخر. قريب هما كان في زمان روادي. زمان. أيوة. ايام يعني بعد الثورة. طيب احكوا لي كيف اول ما دخل الراديو عليكم في القرية، ايش كان ردة فعلكم؟ ايش كان انطباعكم؟ كان الراديو هذا يجيب له على بيتري كذا للقرية، عدو غريب، حاجة غريبة. حاجة غريبة. أيوة. حاجة غريبة. بعدين تموا الناس. تجلسوا جنبه. الناس يلتموا يعني يتعجبوا، ما هذا الصوت؟ ما هذا المخبر؟ من فين يتكلم؟ من فين يتكلم؟ من الرأوش. ايوه. وبعدها خلاص يلتموا بعد الناس، ويلا هذاك الراديو يدلوا الناس بكل حاجه. رعيه كلمنا قال هذا الراديو يندي اخبار من محل فلان، محل فلان، محل فلان. أه. يندي اخبار. ايوه. بواسطة ما وقال بواسطة هواء، بواسطة مدري ما، وكان لنا كلام. قبل لكم كلام. ايوه. احنا ما نعرف حق القريه. أه. من حقل بعد ما نعرف شيء. طيب يعطيني، خليني اتعرف يعني على الاغاني حقكم، يعني اغاني الحب، الغزال، الامور الحاجات هذه. لا طالما انه في خجل يعني شكلك كنت كذا معقد اللسان كلهن. ما قزعنا شيء، احنا شو بعلمك زمان كان الناس متعبين شويه، ما قزعوا كذا زي ما دحينا. أيوة. بالحب، بالفاهيات، بالغناء. بس مش معقوله يعني انه ما كان فيش يعني ما كان يعني معقوله ما فيش واحد عقبتك؟ حاجه بسيطه كذا الا من عقب النظره الا من عقب عقبتنا. ما فيش واحد ما يحبش، ما فيش واحد ضروري انه اللي يعجبك انك تحبه انه. طيب انت يعني لما تعرفت على زوجتك تمام ما حبيتش كذا يعني ما كنتش تنتظر لها لما تخرج، لما تروح، لما ترجع؟ الا ضروري انا ضروري اتابعين انا عشيش اتزوج عندي. ضروري سكتها الا ما قبلها الناس. أيوة. الا سكتها قادي وما اشوف. أيوة. شوف الوينة ولا شوف الوينة. طيب ما انكشفتش مرة؟ لا. طيب كم جلست تتابعه؟ جلست حوالي 3 أو 4 سنين. يعني ما قدرناش، ما فيش بياس. ما فيش بياس. وانت تتابع عشان ما حد ينقش ولا عليك؟ ايه ما فيش بياس بس. ايوه. ما فيش بياس لانه كان هذيك الايام البياس صعب، ما فيش. مثل ما دحين. طيب لو كان جا واحد ثاني الزوج ايش كنت بتعمل؟ ما ايش اعمل له؟ ها؟ انا ايدي ما فيش ولا حاجه. يلا ما عادش تقش بال4 سنين وانت جالس في ما نعمل. ما انا طيب ما اللي بتدافع ما بتقول مش بعد 4 سنين. لا والله لما مثلا اللي كنت حبيت زوج واحد. ايوه. انك ساكني انه اذا ما عشناش انا اخذته. والله شرفت وسط مشكلة. يعني كنت تحب واحدة قبل زوجتك؟ ايه. خلاص يعني جلست لاحق الأول 4 سنين وبعدين تزوجت على واحد ثاني. على واحد ثاني. يلا. بعدين رجعنا من جديد. رجعت من جديد؟ رجعنا من جديد. شوف ثاني. ندور الثاني. خلاص. طيب يعني خرجت من قصة الحب الأولى بعد كم؟ كنا يعني بعد سنة، بدي بعد قليل. يعني بعد سنة؟ ايه. جلست حزين عليها سنة؟ ها، زعل عليها ضروري، زعلته. ما لقى جلست تتابع 4 سنين كان مش يتعبش. الا تبعتها كيف عرفت تتعب. وخلاص والثاني ربي يقدر لك في به. والثاني قضى وقدر. الحمد لله. جلسنا فترة وزوقنا. ايوه تزوقت. ايه. طيب نصيحة للشباب الآن اللي يعني مقبلين على الزواج. تنصحوا يجلسوا لحقهم 4 سنين ولا يروح يشتغل؟ لا لا انصحوا انه يروح يشتغل. ايوه. يقوم يعلو بياس، يروح يقول له مكلف اللي يشتيه، ها؟ وتزوج. علشان ما يجلسش بعدين سنة مؤلي وزعلان. شو يضيع بعدها؟
ها لما دبر كذا ها شي يضيع شي يضيع. ايش الخرافات اللي جات على ايامك؟ تفقعين احنا بالطهوش كان في طاهش الحوب. هذه الطهوش قاية كل موجودة بكل مكان يعني. ايه بس غير طاهش الحوبان وغير المخضب مدري ايش. في المتخلق يقول. ايوه المتخلق هذا. المتخلق هذا يقول لي تجي كذا زي الربح تعرف يا قرن. ايوه. يجي كل شعر. وبعدين يقول اقفز من محل لمحل من محل لمحل اقفز. رياضي. اقفز من محل لمحل محل تلكو. ايوه. يراو. ما راوا اللي قال ثم وبعدها يصيح ثم وبعدها تزاد وترجع فوق مرات يصيح. الله ايش اللياقة البدنية ذي يا ربي. فقع الناس تلقي سواري ما هلوش. فقعت انت اولادك بالمخلق بي كان هانا النساء اقول لهون كما في تروح المحل فلان كما في متخلق حلته وصفته يكون كذا يكون كذا كما شو كلكم كما شمال بكون يعني كانت سبيل انهم عشان يحافظوا على الطفل يفقعونه ينزلوا بطونه على شرب قيمها ما يمشيش. ايوه اذا ابي غالب سعدت كثير بهذا اللقاء معك وحلو يعني قصه الحب اللي عشتي والنصائح اللي قدمتها للشباب شكرا جزيلا لك واتمنى انني اشوفك مره اخرى في لقاءات اخرى. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام الى نهايه هذا اللقاء لبرنامج صباحكم اجمل سالي المخلافي.